للكابتن احمد سامي المدير الفني لفريق سموحه واقول له هارد لك يا كابتن النهارده. هارد لك يا كابتن احمد. لا كابتن فاروق عامل ايه؟ اخبارك يا كابتن؟ الحمد لله بخير. قدمت مباراه رائعه بجد، ويوم عن يوم يا كابتن احمد بسم الله ما شاء الله بتثبت بشكل كبير، يعني مدير فني رائع، مدير فني مميز، معاك كمان لعيبه بيساعدوك بشكل كبير في الفكر اللي انت عايز تنفذه كمان. الحمد لله، يعني انا بقالي فتره صغيره ولعبت ماتشات كتير، اللعيبه من الناحيه التكتيكيه ساعدتني بشكل كبير جدا، ودعم الباشمهندس فرج برضو ده حقيقي ساعدني بشكل كبير جدا. بس طبعا هو ماتش مبروك للزمالك وهارد لك لسموحه، بس في نفس الوقت انا زعلان على الماتش جدا، لان انا كنت النهارده ند وكان ممكن اكسب الماتش بشكل كبير جدا. نقطه التحول ايه يا كابتن احمد في للزمالك لو انت شايف ان في نقطه تحول؟ البنالتي. بس هي بس نقطه تحول البنالتي. هو البنالتي ده انا ما اعرفش هو بنالتي صح ولا غلط، انا ما اعرفش ما شفتوش يعني، بس ما حدش قال لك ان البنالتي مثلا في شك في لا انا ما شفتوش، بس انا بقول لك نقطه البنالتي هو نقطه التحول، وفي نفس الوقت انا مشيت بالماتش برضو لغايه الوقت الاضافي الرابع، وحتى بعد 2-1 جالي فرصتين كان ممكن اتعادل فيهم، بس لولا بس التركيز قل شويه، لكن هو في الاخر ما انا بشكر اللعيبه كافحوا بشكل كبير جدا كلهم، حتى اللي ما لعبش وبرضه لانه لعب الماتشات اللي فاتت عمل مجهود كبير. احنا كل يومين بنلعب ماتش، موضوع صعب جدا، بس الحمد لله اللعيبه مستجيبه وبتادي، وارد لك ليهم لان كان نفسي اعدي عقبه الزمالك، كان ممكن اروح لبعيد في الكاس. يعني انت كابتن احمد هل في صعوبات بتواجهها في الفريق، سواء بقى جزء اللياقه البدنيه، ضغط المباريات ده بيأثر على الجزء البدني بالنسبه للفريق؟ هو الحته البدنيه عند مصر كلها، بس انا المشكله ان انا لعبت الزمالك رايح اكتر مني، وانت عارف اليوم بيفرق. دي مش حجه، بس هو ده الطبيعي. ده الطبيعي اللي المفروض، يعني ماتش كاس المفروض الناس برضو، انا من وجهه نظري الشخصيه يعني، المفروض ما يبقاش فيه اكسترا تايم مثلا، لان كل يومين ماتش مش لازم، عشان نظام المسابقه مش مقدس. هو لائحه تبقى موجوده من البدايه كابتن، فممكن يا كابتن ما اللائحه مش كل يومين ماتش برضو، احنا في ظرف استثنائي. يعني ما انت بتلعب كل يومين ماتش، وده طبيعي؟ ده مش طبيعي برضو. يعني المفروض يبقى الكاس 95 دقيقه ومفيش وقت اضافي بنلتهت على طول، عشان اللعيبه انا مش عايز اقول لك يعني العضلات عامله ازاي عند اللعيبه. لا هو الامور طبعا يا كابتن، احنا لعيب الكوره فاهمين الامور صعبه اكيد، يعني صعب بتلعب الاسماعيلي وبعد يومين الزمالك في الكاس، بتلعب 120 دقيقه وغير الوقت الضايع، وبعد ثلاث ايام هتلعب الاتحاد. لا الموضوع صعب جدا يعني. الاتحاد يا كابتن يعني السداد هيبقى عامل ازاي بالنسبه للفريق؟ هو ريكفري يعني، انا استعدادي ادي افصل اللعيبه شويه، اديهم اجازه، وفي الاخر هنعمل ريكفري ونرجع يبقى كلها تمرينات استشفاء. طب يعني هكلمك على اللاعبين يا كابتن احمد سامي، ده مهم جدا. يعني انا ما اعرفش طبعا هل اتكلمت مع الاداره لبقاء بعض اللاعبين اللي ممكن يكونوا معارين ولا لسه؟ يعني بتشوف مين اللي ممكن نادي سموحه يعني يختار اللاعبين اللي يبقوا باقيين للسنه الجايه؟ صلاح محسن، عندك بعض اللاعبين. هو لاعبين كلهم لعيبه مهمه. وهنشوف الظروف اللي موجوده ايه، هنقدر نحتفظ بمين واللي ناديه عايزه. يعني برضو الموضوع كله انت في الاخر انت هتقيم الامور في الاخر، وفي الاخر في مفاوضات بين الانديه. صحيح، لكن انت بالنسبه لك كل اللاعبين المعارين انت محتاجهم يا كابتن. لعيبه كلها مهمه ولعيبه كبيره جدا طبعا. تمام. وغير كمان عندي برضو لعيبه ما خدتش بشكل كبير، لان انا جيت ما كانتش بتلعب بشكل منظم. لو في وقت هيتطوروا احسن ويبقوا كويسين جدا. اسلام جمال خارج من الاصابه وبرجعه كل شويه، شريف رضا برضو لعيب كويس، مكي لما بينزل بيأدي بشكل كويس، زائد فريق يعني في لعيبه، يعني لو في وقت تيجي بسرعه تبقى عندك فرايتي كتير، اختيارات كتير انت تشتغل معاهم يعني. كل التوفيق ليك يا كابتن احمد وحضرتك.